فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بيّن الإمام الخطابي رحمه الله أن سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قولهم له أنت سيدنا، مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أنهم قوم حديث عهد بالإسلام، وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة. يشمل هذا، يشمل هذا النوع ويشمل غيره، هذه كلمة عامة. نعم، المهم لا يواجه الشخص بالمدح، لا يقال أنت سيد، أنت كريم، أنت فعلت وأنت فعلت، هذا لا يجوز المواجهة. إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، هذا في الحديث. نعم.